كده يعني. لا تسلم ايد حضرتك والله. الله يخليك يا تسلمي. تسلمي يا مومي، ربنا يبارك لك. ممكن اطلب منك طلب بس يا شيف صدفه؟ طبعا اتفضلي. انا بس نفسي اخس يا شيف صدفه. طب ماشي، احنا في معانا يعني معانا منتجات تخسيس حلوه قوي قوي قوي، جربيها. وكمان دكتور بيتابع معاكي وبيقول لك تمشي على الطريقه ازاي، وزي فريق طب بيتابع معاكي كمان. يعني عايزه حد يشجعني يعني. مش ما انا بشجعك اهو. ما انا اهو. انا جوزي مش مشجعني الصراحه. انت لك امال جوزك؟ جوزك لو تخنت هيتجوز عليكي. ايوه ده انا 120 كيلو. لا روحي خسي، ما الراجل ليه حق يتجوز بصراحه. اضحك اكذب عليكي ولا حق يتجوز؟ لا ماشي خلاص، هبقى اكتب لك الفريق اللي بنهدي واجيب المنتج. ماشي. لا انت بصي، انت خسي عشان نفسك وصحتك. ايوه انا والله كمان عندي الضغط والله. ايوه احنا بندعم المراه هنا بس. برضه يعني ما يعني عادي ما ندعم الراجل بكلمتين، ما جراش حاجه يعني.